أعزائي أبناء الجزائر الغالية، أنا مريم بوعتورة، مريم التي اتخذت من قلب الثورة وساحات القتال مكانا شرقيا، وأنا لم أبلغ من العمر عتيا. آمنت بقيم نوفمبر، فلم أتبع هوايا ولا مغريات العيش الرغيد ولا مغريات فرنسا الوحشية المدعية للحرية والمساواة والأخوة. فوهبت نفسي لوطني ونذرت للرحمن روحي، فسقيت بدماء الزكية شجرة الحرية. أقسمت أن تبقى أرض أجدادي نقية، فكنت نارا لفرنسا ونورا للجزائر الأبية، آية للناس والتاريخ، شهيدة صادقة وفية. وصرت قصة من قصص المجد ووشما أوراسيا في جبين الثورة الجزائرية. مريم حفيدة يوغورتا وماسينيسا، بنت الأوراس الأشم الصامد في وجه كل الإمبراطوريات الاستعمارية، بنت الأحرار المتشبعين بروح الزوايا والقيم الدينية، مهد البارود والفروسية، رحم الانتفاضات، المقاومات والثورات الشعبية. ولدت صباح 17 من جنفي 1938، كبرت في أحضان بيت عريق وسط جمال الطبيعة وروعة المكان، أين تعانقت أشجار المشمش بأشجار الزيتون، وتصافحت أغصان اللوز بأزهار الرمان والتين، وتوضعت الأنفس والأرواح والأفئدة من جداول وينابيع مدينة داوس. في سن 10 انتقلت رفقة عائلتي إلى سطيف هربا من مضايقات فرنسا، بعد أن ثبت تورط بعض أفراد عائلتي في انتفاضة 8 ماي 1945، التي حولها المستعمر إلى مجازر وإبادة جماعية. ترعرعت بين وحشية وجرائم فرنسا، وبين ألم ومعاناة شعب وحكايات تضحيات نساء ورجال أحرار. فكانت أحلامي أكبر من أن أصبح زوجة أو طبيبة. أحلامي ارتبطت بجزائر حرة مستقلة. الفاتح نوفمبر 1954، ومع أول طلقة مدوية في الأوراس اشتعل حب النضال في قلبي. كنت أقول لأمي سأصعد للجبل مثل أخي محمد المدعو كوكو، وأطلب من خالي الدراج طبيب جيش التحرير أن يسمح لي بمساعدته حتى أتعلم التمريض، لكنه كان يقول لي الثورة للرجال، حياة الجبال صعبة عليك. نضالي السياسي بدأ باستجابتي لنداء الطلبة في 19 ماي 1956، شاركت بإضراب الطلبة بكل ما أوتيت من قوة، مشكلة الخلية الأولى للطالبات المناضلات. كنا نحفز الطلبة على العصيان والمقاومة والانضمام إلى الحركة الوطنية، ونقوم بتوعيتهم بالمناشير والصحف، حتى أنني زودتهم بجهاز راديو لمتابعة أخبار الثورة والمجاهدين. عدم التحاقي بمقاعد الدراسة بثانوية أوجان البارتيني جعلني عرضة لمضايقات واستجوابات، وفتح علي أعين ورقابة السلطات الفرنسية. قررت حينها وأنا ذات 18 ربيعاً الالتحاق بالجبل للمشاركة الفعالة في الثورة. كنت على يقين بأهمية الكفاح المسلح، وأن التضحيات جزء لا يتجزأ من مسيرة الحرية.